قول الفريق اللي فاز ولا انت تقول الف مبروك لفريق الرجانة؟ السلام الله الله يعطيهم الف عافية فريق الرجانة. يعني توقعي مضبوط؟ يعطيك العافية يا جماعة. ابغى اقوى تحية مع صيحة اعجاب مع كل حاجة للاستاذ احمد الملا. بيض الله وجهك، وان شاء الله انك افدت الشباب وافدت اللي خلف الشاشات. اتمنى انهم استفادوا، اتمنى انهم يطبقون كل الملاحظات. زي ما قلت الفريقين ابدعوا صراحه، الفريقين ابدعوا، بس كان الفروقات ولمسات خفيفه وبسيطه. اتمنى التوفيق للجميع، ان شاء الله نشوفكم في المرات القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. نورتنا، يعطيك العافيه. نودع الاستاذ احمد الملا. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احمد الملا مستشار المشاريع. الشماغ هو سوى خلل في التوازن. هو يعني مستشار.